لكن بتلاقي انه ليان بالغنى اقوى ولازم تركز على الغنى. حلو، مين حبيتي غير حصة التمثيل من الأساتذة؟ بحب مسماري كتير. نعم. استاذ رعد، استاذ خليل ابي رعد، وديع ابي رعد، وديع ابي رعد، واستاذ خليل ابي رعد، كلهم يعني ايه بحبهم كلهم بصراحه، بس كحصه كلهم بعقله وشخصيتهم حلوه. استاذ ناجي، استاذ انا بتمتع فيها كثير. بتحسي حالك يا ريت كنتي بالاكاديمي هيك، انه مش بالاكاديمي، يا ريت انعطالي فرصه ادرس اللي عم يعطيه الاستاذ ناجي. احنا عرفنا انه عندك موهبه يعني مثل بنتك. ايه. شيء خاصه بالفن وما الفن، خبرينا شو عرفك؟ ايه شو عرفك؟ حسيت هيك. ايه انا كنت بفرقه صراحه فلكلوريه فلسطينيه. لمده تقريبا 8 سنين كنت فيها. هاي الفرقه لفت العالم، عملت حفلات. حلو. بامريكا. قد ايه كان عمرها بنتك؟ ما كانت بنت بعدني، مش مجوز. اوكي اوكي بالزبط. كانت لي بالتمثيل وبالرقص الفلكلوري والغنى الشعبي. حلو. فرقه فلسطينيه. حلو يعني ليان عندها بتحبها كتير. اخواتها حدا بشي هيك بميل الفن او بالاخت الوسطى ايمان عندها، بلشت قبل ليان بهذا الموضوع، بس لانه كان شوي انا عقلي بالمره فطمعتها بصراحه. ما خليتها، انه كان لها بالغنى وصوتها حلو، بس انه لا ما خليتها، ما اعطيتها فرص ليان. فهي بطلة فلسطين للفروسيه بنت ايمان. حلو. ايه اللي كانت تغني هاي صوت حلون ولا يعني في دايما كلهم عندهم مواهب، كل واحد هو موهبته مختلفة عن الآخر تقريبا. ايه بس اغلبهم بصراحة فروسية. والشباب؟ لا ياسر ما له شيء، يعني انه فروسية برضه بس ما له بأي شيء مثل هيك. لا. والصغير زي ما بيقولوا بسميه مستر عبقرينو، يعني شغل الكترونكس واشياء هيك. نعم. نحن عرفنا انه انت كل جهد البيت وتعب البيت والاولاد ومسؤولياته على ظهرك انت. ايه قد ايه بتتحملي؟ الحمد لله، الحمد لله قدرت، الحمد لله. لعبتي دور شخصيتين، الرجل او ومرأة. عشرة مرات، عشرة. نعم. مرات صديقة، مرات ام، مرات بي، مرات شرطي، مرات شو ما بدك لعبت. نحن اكيد بنتمنى لك القوة وطولة العمر. تنرجع على قلب الاكاديمي، في اجواء بالاكاديمية، في مشاهدين بتقبلوها وفي مشاهدين ما بتقبلوها. خلينا كابلز نحكي كيف كأنت كأم كيف تنظري للموضوع. خلينا نحكي اللي أثار جدل أكثر شيء هي سارة وحسام. كان نحكي كأم كمشاهدة، الأم تختلف عن المشاهد كإحساس وك. بس بدك تقول كأم ولا كصحافة وأم يعني؟ لا إيه عم تدور على سكوبات. شكلك عندك حس الثقافة الصحافة. إيه بحبها كتير. انا بقرا كثير كثير. خلينا نحكي شعور الام. ايه على الصحافي دائما فتش على سكوب. ثانك يو. صح. اذا في اذا كسكوب انه they're doing good والله كانوا حسام وساره للصحافه. بس كام. نعم. ومن الجهتين اكيد مرفوض. نعم. اكيد مرفوض، مش هيك ابدا. نعم. وانا عن جد يعني انه اي فيل سوري لساره، ان شاء الله يا رب تروق وتهدى، بس اكثر انا كثير حزينه من كل شيء بالموضوع على حسام. على ام حسام متعاطفه معها كثير، وانا بقدر افهم شو مرقت. نعم. وام ساره اكيد برضه. لمست انت تمثيليه او شيء جدي او شيء عادي بالعلاقه اللي صارت؟ يعني شو حسيت؟ هي اكيد منها جديه، يعني ما في شيء بيصير بثلاث اشهر هالقد كثير كبير، والشكل اللي شفناه منه جدي بس منه ما تمثيليه. نعم. أهلاته لحسن ما قالوا لي أهلاته لحسام كمان أبدا مش راضيين عن اللي صار. إيه؟ وكانوا نامين سحبوه من الأكاديمية. حرام يعني ما عم حق صدقني، كان كتير أكثر من طاقة نحن. أنا يعني كأم مشاهدة كأم وإلي من جوا كان فوق طاقتي أتحمل هيدا الشيء اللي تشوفه منهم. يعني ليلة خناقتهم هاي اللي صارت وحياة الله، أول شيء قلت يا ربي أمه هلا شو بيصير فيها وأهله. بعصيرة أهله تكون موضوعي أكثر، صحافي وموضوعي أكثر. كمان أما لسارة اتصلت فيي وقالت لي زكريا هذه مش أخلاق سارة. صح. أنا مصدومة شو عم بيصير، تخرعت أنا وإخوالها خليتها من وراها هي. شفت كيف؟ بدي أعرف شو عم بيصير، ليش هيك عم تعمل سارة؟ بقول لك أنا اللي بحس فيه أكثر شيء، لأني الأهل اللي برا لما بيشوفوا هيك شيء يا عمي حاولوا تقدروا، إنه في أهل عم بتشوفهم حرام ما تموتوهم. بركي هن عفويين هالدرجة، ما عم ينتبهوا شو عم بيصير. هي عفوية بس ما في تعيش بحياة وتقول أنا عفوي بقدر. في ثقافة، في وعي كمان. مظبوط. بدك تنتبه أنت عايش مش المجتمع، هيدا بيأذي، هيدا بيدور، هيدا بيجيب هيك. نعم. وخصوصا هن إذا ناويين يصيروا فنانين. نعم صحيح. بدهم ينتبهوا. صحيح في صورة الفنان. طبعا. نعم. ما فيك تقول أنا عفوي بقدر، عشان
النقص اللي عند بنتي ونقطة الضعف العفوية. أنا مش هيك لازم يكون الواحد ولد عفوي في هاي الأيام. لا مش صح، هذا غلط. طب كيف فينا نفسر اليوم، بما أننا عم نحكي عن العلاقات وهيك، فسر اليوم تقارب إذا بدك أو انسجام عبد السلام من الكويت مع بنتك ليان؟ شوف، حتى بقول عم نحكي عن ناس ما عم نحكي عن بنتك. مظبوط معك حق، أنا أبدا نحكي عن اللي إلك. نعم ازعجتها. ليك بالنسبة لعبد السلام وليان برضو كأم، أول شيء حق لك كأم ما بقبل تكون إلا أكثر من صداقة وعلاقة طيبة وحلوة وأخوية خلقتها الظروف اللي بالأكاديمي اللي هلا عايشين فيها هلا كأهل وكعائلة. يعني أنا عم شوف إنه أنا عندي ابن اسمه ياسر. نعم. وبحس عبد السلام كأنه ياسر وبنتي ليان وعم يلعبوا مع بعض نفس الشيء ليان وابن ياسر، نفس الشيء لما بيكونوا بالبيت، نفس الحركات، نفس الشيء. ما بشوفها أكثر من هيك. نعم. وما بحط لها أكثر من هيك. ما فيها أكثر من. خلينا نفترض إنه في شيء. إنه لا خلينا نفترض إنه صار شيء وعن جد فعلا عبد السلام بحبها ليان. مش عارف فيك هذا الإنسان. حبيب قلبي عبد السلام أخ، يعني شو بدي أحلى من أخلاقه العالية، شخصيته ابن عالم وناس ومتربي ومحترم، بياخد العائل عبد السلام. طبعا بيشرفني عبد السلام حتى انه يكون صديق لبنتي، اخلى بنتي. طبعا اكيد عبد السلام ولد كتير مؤدب والحمد لله. الحمد لله ثانك يو ليان انه انت مقربه من عبد السلام من شبه الاد محترم وايضني حلو. خلينا نحكي على السريع زي ما بدك جوله سريعه عن انطباعك كأم وكمشاهده عن كل شخص بالأكاديمي. إيه؟ تنحكي عن الشباب نبلش. إيه؟ من لبنان. فريم بشبهه لجوزيف عفية شوي. والله أنا بدأ الصراحة بالشكل ما بدأر لأنك إذا بيشبه إنه قالوا لما أجا جوزيف عفية إنه بيشبهه. لا ما حسيت كتير بيشبهه. فريم لو يصير عنده ثقة بموهبته أكتر ويركز عليها أكتر لأنه بحسه بحس إنسيكيور بعدم أمان. فريم عشان هيك عم بروح على شيء تاني إنه ببلش يكولس وهيك، عرفت؟ أوكي. إيه هيدا جاي من إنه هو حاسس بعدم الأمل. لو عنده ثقة كتير بصوته لأنه صوته حلو موهبته حلوة، لو بركز فيهم وبيكون عنده ثقة فيهم بصير يخفف شوي إنه يدل يكولس وهيدا قالت وهيدا حكي وهذا عمل وهيدا شو. عندك عتب عليه بشيء؟ ايه هذا الشيء عندي عتب. حسيتي انه ما حلو؟ يعني حاولوا انه ما تخلوا الجو مسموم هالقد، يعني ما حلو. لا ما جيتوا انبسطوا انتوا تعملوا جو حلو، اشتغلوا على موهبتكم. نعم. موهبة بتوصلكم. نعم. جيلبرت حبيب قلبي، احنا عرفنا انه ظهرتوا سوا. إيه مع العائلة. انا بدي استغل هاي الفرصة. إيه؟ ولأشكر اهل جيلبرت كتير مش شوي، لانه لو اهلي هون ما عملوا الواجب اللي عملوه معي اهل جيلبرت، من جاس، من أمه، من أخته، من أهله كلهم. ما يعني من وقت ما وصلت لهلأ ما تركوني واحدة من العائلة شو ما بدي وين ما أروح بيكنيك مبارح. عن جد أنا كتير ممنونتهم، كتير ممنونتهم. كريستين. كريستين she's the princess of the academy. شو هالأخلاق، شو هالبنت، واو. وعن جد عن جد الله يحميها لأهلها ونيال أهلها فيه. كتير قريبة من جيلبرت، لاحظت هالشي؟ أقولك لا، مش بس كان شارهم وحده. اهتماماتهم في أشياء إن كامن بينهم كتير. صح. بهيدا الجو اللي هم فيه طبيعي جدا يكونوا قراب من بعض. صحيح. وأنا متأكدة إنه she's like a sister. نعم. طلعت على الزيتي جدا اليوم طالع. ايه. طيب بعد عنا نينا عبد الملك. نينا منيحة. نعم. منيحة عاشت هالتجربة نينا، كويس حلو، وإن شاء الله الله بيوفقها دريا. نعم. وإن شاء الله بتكون يا ربي إنه زي ما ليان هالقد حبتها تكون هي كمان حبتها. كثير بتحب ليان والله. إن شاء الله. عندك شك؟ لا ما بعرف، ما عندي شك. إذا أحضرت الفيديو اللي حطه عندي. إيه اللي هي مسجلته؟ لا ما شفته.